فالعالم بدأ يتغير تغيرات كثيرة صارت وما عارفين وين راح توصل هذه التغيرات. يعني لحد الآن ما عارفين وين راح توصل هذه التغيرات. بالإضافة إلى أنه يعني في كلام كبير عن موضوع، لو تكلمنا عن موضوع حالات السوء عندما نريد ندرس أي عمل الآن لازم نعرف شنو وضع السوق. حضراتكم ممكن تفتحون عمل خاص صح؟ إذا الله رزقك جزء من المال، أو ممكن تعرض عليك فرصة عمل، كيف حتتعامل مع هذه فرصة العمل؟ هل ترفض؟ هل تقبل؟ يعني ترى من الأشياء قرارات المجحفة بحق الإنسان أنه يقبل مع أول فرصة تعرض له، ما يدري يمكن هذه الفرصة اللي راح يدخلها راح تفوت عليه فرصة أكبر. يعني ممكن انتظار لدقائق معدودة، أو خلنا ما أبالغ دقائق، خلنا نقول انتظار لأيام معدودة يوفر لك فرصة أفضل تعيش بيها ممكن 10-5 سنوات قادمة. ممكن أنت عندك لازم أنت تكتشف نفسك أولاً وتشوف شنو المناسب لك في السوق له. فلازم تدرس حالات السوق، هذا أول حتى تتخذ القرار الصحيح. أنتوا الآن يعني في عمر الزهور، الآن بعدين حياتكم الفعلية في العمل، وبعدها بعد 20 سنة يمكن، أو إذا الله وفقكم حققتوا نجاحات سريعة خلال 5 أو 10 سنوات مثل ما صارت مع كثير من الشباب، يمكن المكان هذا يقدمون خبراتهم للناس وبدون يقدمون دورات وتشرحون النجاحات اللي حققتها والناس تسمع لكم. ففي وقت أنت تعطي تجارب وفي وقت أنت تجرب، أنتوا لا في وقت التجربة، بس أريدكم تتخذون القرار الصحيح. وإن شاء الله راح نسوي بعض التمارين اللي تساعدكم في هذا. الأخ قريب أبقى ما حقا لكبتهاش يعني هو في التوب هاني ممكن. طيب هند ممكن توزعي لي هاي الأوراق؟ هذا بعدين نستخدمها إن شاء الله من ضمن التمارين. نريد ندرس حالات السوق وشنو اللي يناسبني أنا من هذه الحالة، ممكن اللي يناسب الأخ ما يناسبك، تمام؟ وممكن اللي يناسبكم اثنينكم ما يناسب له، ما نعرف شنو الأنسب. لازم أشوف شنو المؤهلات اللي أمتلكها، شنو الخبرات اللي عندي. طيب أول حالة من حالات السوق إنه في تدهور اقتصادي، لا ما في انتعاش، في انكماش في كل الأسواق العالمية. فخلي ببالك أنه لما تريد تفتح مشروع تجاري مثل هذا، مثلا في تقسيم ديكور، موظفين، رسوم، تراخيص، كذا، أنت الوضع كله في انكماش اقتصادي. شنو نوع التجارة اللي أنت قاعد تشتغل بها؟ هل هي من ضمن هذه؟ وراح أتكلم عن بعض الشغلات. أريد حتى أذكر أمثلة عملية. مثلا على سبيل المثال شركة دايملر المالكة لشركة مرسيدس صافي الخسائر مالها لحد الآن 2 مليار يورو، هاي شركة مرسيدس. أيضا في شركة تعتبر شيفرون، هي تعتبر من عمالقة شركات الطاقة اللي تستثمر بالبترول الأمريكية، خسائرها لحد الآن 8.3 مليار دولار. طيب وقطاع النفطي عامة في الولايات المتحدة الأمريكية خسر 240 مليار دولار. شوف حجم الخسائر. بيتزا هات أشهر العلامات التجارية اللي تعتبر رمز من رموز يعني الأمريكية الشهيرة، هي في عرضة للإفلاس، خصوصا مع وجود أنباء مؤكدة بعودة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس الوبائي في الولايات المتحدة. ما ممكن ترى هاي الإجراءات الاحترازية ترجع. طيب كثير قائمة طويلة ما أدري كذا شركة أعلنت إفلاسها، يعني حتى في خطط أمريكية لدعم الشركات دعمتها 4.5 تريليون دولار. تعرفون تريليون هو 1000 مليار، زين يعني 4.5 مليار
زين ما انقذت لا شركه فورد من النزيف ولا غيرها من الشركات، قاعد يدعمون ويضخون اموال ما قاعد ينفع. هذه حاله من الحالات اللي موجوده. في ايضا صراع السيطره والنفوذ. شفتوا سالفه انا واحد من الناس اللي كلهم مقلب في هذا الموضوع ما حواره، وكيف انه وقفوا كل التطبيقات تنزل على هذا الموبايل، حرب تقنيه لانه الهواوي بدا ينافس الايفون، فراحوا يقللون من قيمته وخلوا الشركات الثانيه اغلبها مملوكه الشركات الامريكيه مثل اليوتيوب والجوجل وكذا كلها اصبحت ما تشتغل على هذا وما تقدر تستخدم. في صراع، غير طبعا صراع في القاره الافريقيه، صراع على الموانئ، يعني مشاكل كبيره. طيب انتشار فيروسات امراض وشويه اغلاق، شركات انهارت مثل ما ذكرنا قبل شوية. يعني هذه واحدة من التصريحات اللي حبيت أعرضها عليكم. يقول من المتوقع أن يكون الكساد الذي أذكته الجائحة لضربة العالم في 2020 هو الأشد منذ الحرب العالمية الثانية. يعني ما في شيء أقوى منها. هذا أحد الخبراء اللي هو خبير اقتصادي أول جيستن من مجموعة أفاق التنمية من بنك الدولي. طبعا مثل ما قلنا يتنافسون على الموارد الطبيعية، فرص النفوذ، والصراع هذا باني اما على علاقات اقتصادية. اذا انا بهيش وضع، هل من اللي اريدكم تركزون عليه، هل من المعقول انه بهيش وضع انا مثلا ادخل باستثمار حتى لو كان عندي 100,000 دولار، ما قاعد اقول مليونين او 10 ملايين او 10 ملايين دولار، بالنسبة لنا هاي مبالغ. يعني بعضنا يمكن يبيع كل ممتلكاته الخاصة ويجمع حتى أموال العائلة يوصل لها لما يوصل لها. هل من المعقول أدخل في شيء استثمار في الوقت هذا؟ المنطق لو ساكن طبعا لا. الآن أي دخول رأس مال تنزل به بالسوق إذا ما كان عندك خبرة أكيدة، أو أنك مثلاً قد يكون مثلاً صاحب شركة الآن تحقق نجاحات ورغم هذا التداول الاقتصادي أنت قاعد تحقق أرباح وتفتح فروع، أوكي عندك مقومات، إيه عندك المقومات موجودة. أما الآن قرار أنك تشتغل فيها يعني تستثمر غلط. طيب أشتغل أيضاً ما أضمن، لأنه ترى أنا ما قدرت أقرأها، لأنه ممكن يعني هذه شركة البترول صرحت أكثر من 6,000 موظف. طبعاً جزء من الخسائر أنه تعطيهم نهاية خدمة، عارفون هناك شوية أكو جمعيات فتعطي نهاية خدمة وتخلص منها، فجزء من خسائرهم اللي منيت بها الشركات أنها تكلفت أموال إضافية في سبيل تنهي عقود موظفين لأنه ما تقدر تخليهم عندها وتقترض على هذا الشيء. طبعا هذا الان الخبر يعني من الجزيره انه اغلاق تام هذا الان، يعني شهر 22/12 في هولندا. اذا شبح الاغلاق الى حقنا او ممكن راح ندخل على هذا الموضوع. اي يعني الموضوع ايضا خطير. اذا صار اغلاق، انا حتى لو قالوا لي مثلا هذا اذا كان عندي عقد مسجل مثلا، اذا قيس الوضع على تركيا راح اخذ 50% صح حسب القانون الحكومي، 50% من دخلي 50%، شو راح تسوي لي اصلا 100%؟ ايش كمان مع تدهور الليره، شنو الحلول اللي ممكن حنشتغل عليها؟ طيب شنو ممكن نسوي امام هذا الوضع اللي شبح الاغلاق، انهيار شركات، تدهور اقتصادي عام؟ هذا طبعا التدهور حتى قبل موضوع كورونا موجود. طيب هذه الشركات تكلمنا عنها من الالمانيه وشركه رينو ونيسان اليابانيه، تخيل رينو احنا نتوقعها من شركات خلاص، يعني انت تشوف
منتجاتهم مليانة شرائح، كذلك لما نتكلم عن المرسيدس احنا امام خيارات صعبة. حتى قبل لا انتقل الى الشيء الثاني، اذا تشوفون المربع الان الخاص بانواع الاسواق رقم 3، الان بس اريدكم تتخيلون انت حسب طبيعتك بالانواع، انواع الاسواق اللي تفضلها مع هذا الوضع الان اللي نعيشه في حالات الانهيار، الاغلاق، التدهور الاقتصادي والتنافس. شنو الاسواق الافضل؟ الاونلاين، الاوفلاين، يعني اذا بالنسبه لك الافضل، اذا بالنسبه لك الافضل مثلا الاونلاين، حط ايجابي بالخانه ايجابي، وطبعا الاوفلاين مثلا سلبي، حط يعني ما يناسبني العمل في هذا المجال. طيب البيع المباشر، البيع المباشر اقصد يعني انه افتح لي مكان بقاله شيء واتعامل مباشره مع الناس، هل هذا يعتبر شيء سلبي او ايجابي مع هذا الوضع؟ طيب انت تجي على موضوع الاعلانات المموله، التسويق يعني عن طريق الاعلانات المموله، هل هذا يعتبر شيء سلبي او ايجابي بالنسبه لك؟ اذا ايجابي حط صح في خانه الايجابي. الاسواق التقليديه بشكل عام، هل بالنسبه لك تقدر تنجح فيها او لا؟ سلبي او ايجابي؟ طيب الان لو سمحت بس تقول لي ايش صار اللي عندك، ايش الاجابه؟ اول وحده الاونلاين لا ايجابي. طيب غير الاوفلاين سلبي. تمام بهذا الوضع. على البيع المباشر يعني صراحه عندك مهاره؟ عندي يعني كيف بدي لك، يعني هلا هو السوق يعني خافت هلا بما انه نهايه السنه ومجرد هيك، بس لا يعني السوق بيساري بالبيع المباشر. تمام طبعا للجمله حسبا. طيب اعلانات مموله؟ اعلانات مموله كثير ايجابيه، كثير ايجابيه ايجابيه. الاسواق التقليديه كمان هي انا معاها السوق يساري. تمام يعني شوف انت الان بالنسبه لك السوق المثالي انك تشتغل بيع مباشر اونلاين بالاعلانات المموله. تمام تمام. هذا الوصف المثالي بالنسبه لك للسوق الحالي. ليش؟ طبعا ما اعرف اجابتك قريبه من هذا او مختلفه، يعني فينا نمشي. تمام لا الاونلاين بس والباقي كله سلبي. بيع مباشر وال تقليدي ما عندك خبر فيه؟ لا الاخذ اونلاين شيء سلبي، يعني حاليا احنا مستخدمين عطينا تليفون هو شيء اساسي. اما الاوفلاين نفس تقريبا المشابهه، بيع مباشر يعتمد على طريقه الاقناع الزبون. اما بالنسبه للاعلانات المموله ما مو وياها انا قلتها، لان الناس نصها تشوف الاعلانات وما تشوفها، يعني بس مجرد المشاهده. اوكي اعلان ممول اكيد اذا مسوي ترويج او كذا. الشيء الاخير الاسواق التقليديه اذا انت عندك مشكله بعد الشوب في موضوع الاعلانات المموله، لان تعتبرينها نوع من الترويج. عندنا فوبيا منها انه دائما نتصور انه هاي عمليه غش او خداع. يعني صح، مو انا اصلا بالسوشيال ميديا يوتيوبر، اعرف هاي الامور. الاسواق الامور مال الاعلانات المموله نص متابعين اللي يجونك مولين، فنصها يعني مثل ما يقولون الصامت، تشوف الستوري مشاهداتها قليله، تشوف يعني غير شيء، يعني نص الناس ميت مثل ما يقولون. ترى هاي المشكله بعد هم تتعلق بطبيعه عملك. احنا الاخوه تعرفنا عنها، ليش؟ لانه بعض الناس اللي يشتغلون بهذا المجال صعب يقتنعون به. يعني انسان مثلا مسوق بالسوشيال ميديا مثلا، صعب ما تقدر تسوق عليه، هو عارف كل الطرق، راح يعرف انه هذه مقدمه مقصود بها كذا، او هذا راح يجي بعده كذا، بس مو بالضروره انه هو غير مفضل، لانه الان هو يعتبر من الاشياء اللي توفر نسبه وصول عاليه بتكلفه جدا قليله. حتى بدات شركات كثيره تشتغل على هذا الموضوع، يعني شركات لها نجاح كبير على المستوى العالمي وتنفق اموال ضخمه على الدعايه والاعلان، لكن بنفس الوقت تستخدم الاعلانات المموله، تحاول يكون لها حضور بالسوشيال ميديا على مود تستقطب اسواق جديده. حتى السياسيين يعني لانه ايضا تسويق، هو ترى
حتى يستقطب جمهور معين، فبدا ينزل ويسوي اعلانات ممول. اذا بهذا الوضع انسب شيء ان نحن كناس نقدر نقول نفسنا رواد اعمال. ترى رائد الاعمال يختلف عن رجل الاعمال انه يشتغل بفكره مو براس مال. رجال الاعمال يستثمرون باموالهم، اما رواد الاعمال يستثمرون بافكارهم. فنحن غالبا يعني نتكلم عن مستوى الشباب اللي باعمال حضاراتهم، هم دائما الناس عندهم افكار، عندهم ابداعات يريدون احد يتبناها. وفرت لهم هاي المنصات وصول كبير، وبالتالي ممكن يحققون نجاح. وهذا اللي صاير، الناس كثيرين حققوا نجاحات ما قدرت تحققها اكبر الشركات على مستوى العالم. اذا امس انا قاعد امشي على كيف حتى نلحق لا خبينا. جميل، هذا يخلينا شويه الان نعرف انه قضيه، وهذا راح ناكد عليه بعدين تمارين اخرى، قضيه الاستثمار الان في مبالغ كبيره هاي تعتبر مخاطره بسبب الوضع الحالي الان. القضيه الثانيه انه اجي انا ادخل اي وظيفه الان مو بهذه المواصفات، ما تناسب حالات السوق، حتى لو كان مدخلها مبدئيا الان جيد، لان ممكن باي لحظه يستغنون عني بسبب يعني ان الاسواق غير مستقره، تدهور، شركات كبيره، اسماء كبيره قاعد، يعني من ضمن الشركات اللي انهارت ترى بهاي الازمه الشركات عمرها حتى 100 سنه صار لها، تخيل، وراحت من الاسواق. فبهذه الحاله انا لازم ابحث عن نقاط القوه. ناس في الوقت اللي في شركات بهذا الاعمار هذه تنهار، هم بداوا يحققون نجاحات واستغلوا الفرص. شلون؟ بالضبط، حولوا يعني المحنه الى منحه. على طول بعض المصانع عرفها هنا بتركيا راسا تحولت الى صناعه الكمامات، المعقمات، ما ادري ايش، وراسا بداوا يحققون ارباح من خلال الازمه هذه. اذا خلونا اذا ننتقل الى المربع اللي بعده اللي هو انواع الوظائف. وهذه شويه رادلها يعني نتوقف عندها كثير. من يعرف شنو يعني الياقات الزرقاء؟ الياقات الزرقاء، انواع الوظائف، الياقات الزرقاء، الياقات البيضاء. والله مندوب المبيعات معروف، الملكيه التقليديه للاعمال نتكلم عن واحد يملك بزنس زر خاص، انا هو يكون مالك له، والمستثمر هذا تكلمنا عنه. الياقات الزرقاء بحسب تعريف ويكيبيديا هم الاعمال اليدويه، اصحاب الاعمال اليدويه هكذا يصنفوها، الياقات الزرقاء يصنفوها بالياقات الزرقاء. نعم، العامل ذو الياقات الزرقاء هو عضو من الطبقة العاملة التي تؤدي أعمال يدوية. شنو فوائد هذا العمل؟ فوائد هذا العمل أنك أنت تحقق منتج جديد وخاص بك حصري، مثل هاي الأسواق الشعبية اللي يفتحوها الأعمال اليدوية، شو يسمونها؟ صوف، صوف الشغلات. إيه هذه مزاياها، ورأس مال بيها منخفض، غالب المواد الأولية تكون من البيئة اللي تعيش بيها، أو حتى أحياناً تلقاه معدوم. لكن يعني هل تعتقدون هذا عمل مناسب بالنسبة لهالعصر؟ لا، إنه هذا سلبي. طيب نجي على الياقات البيضاء، هي المقصود بها هي الوظائف اللي يشغلونها ناس عندهم أكثر احترافية، خصوصاً تحديداً الوظائف المكتبية، يصير مسؤول أو إداري. كثير من الناس يسعون الى هاي الوظائف. في بعض الدول يدفعون فلوس ورشاوي، وتقعد بعض الناس سنه وسنتين ينتظر هاي الوظيفه. هذه في العقود الماضيه كانت تعتبر فرصه لا تعوض انك تصير موظف، كان حلم بالنسبه لكثير من الناس. بس بيها مشكله، تعرفون شو هي المشكله؟ انه اذا كنت انسان منجز
ويعني وتؤدي عملك بشكل جيد حتى تبقى على قيد الحياة لازم تصير شوية سياسة. ليش؟ لأن الإنسان المنجز مشكلة. ما عشت في وظيفة، أنا توظفت عشت والله يعني فترات بالعراق وبالإمارات، اشتغلت كموظف واشتغلت بقطاع خاص في ماليزيا أيضا. إذا كنت نشيط كثير راح تحرج قرناءك، لأنه يظلون مدراءهم يتكلمون عليه، وممكن حتى المدير إذا بالوظائف الحكومية يبدي يعني عاديك، لأنه ممكن أنت تأخذ السلم الوظيفي، لأنه إذا أثبتت نجاحات ممكن تصعد فممكن تأخذ مكان. فبالتالي مشكلة كبيرة جدا حتى تبقى على قيد، يعني ممكن يدبروا لك شغلة ويطلعوك من الوظيفة. اللي عايش جو وظائف، ما أدري في أحد منكم توظف وظائف؟ إذا توظفت وظائف بالذات الحكومية قمة النفاق. يعني أنت لازم يصير عندك سياسة وتشوف طرف قوي قوية حتى تحافظ على المكان اللي أنت فيه. هذا إذا أنت تريد تصير منجز. أكو نوع ثاني يسمونهم المختبئون، هذول اللي صار تدلل بالاجتماعات بس يهزم رأسه، ما يبدي أي رأي، ما يعارض، بس يريد يتشف شر الناس حتى يكمل ويبقى بالوظيفة أكبر وقت ممكن. فطبعاً هذا النوع من الوظائف تقتل الإبداع، لأنك أنت ما ممكن راح تصعد بسهولة إلا يعني تقدم تنازلات كثيرة. فأكو يسمونهم المنجزون والمختبئون. طبعاً مثل ما قلت لكم المختبئون هم يدورون الحد الأدنى اللي حتى يبقى. فهذه يعني قبل ممكن كانت مناسبة، أما الآن تعتقدون هل مناسب من الإنسان يعني إذا صارت الآن في يعني حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة أنه النسبة كبيرة الآن من الناس حتى حددتهم أكثر من 100 مليون مع بداية الجائحة راح يستغنون عنهم ولن يجدوا وظائف. فهل اليوم في إنسان عاقل يسعى نحو وظيفة؟ هذا طبعاً لا، طبعاً لا. إذا يريد يكون شخص إلى شأن، أما إذا يريد يبقى من هذول المختبئون وحتى ترى بعد ما يبقى، يعني حتى هذا هاي الطريقة ما تنجح بالنظام الاقتصادي الجديد. إحنا موضوعنا اللي اليوم نتكلم عنه هو الاقتصاد الجديد. هذه الطريقة أصبحت أيضاً ما وماليزيا بدأوا يطبقوها. حتى تخيلوا حتى وزارة الداخلية عندهم منتجة كلها تطلع فلوس، أكو شيء ما يطلع فلوس. فبالتالي الآن إحنا في عصر يسمونه عصر اقتصاد الأداء. الموضوع ما يتعلق لا بشهادتك ولا بوقتك ساعات دوامك بأدائك اللي هو يسوي الانكم للشركة أو للوزارة أو يرجع دخل. فإذا ما تطلع فلوس أنت يعني هم بالغرب بالذات ينظرون للإنسان عبارة عن رقم. ولذلك تشوفون ترامب قبل نهاية ولايته قال خلاص قرار اتحادي فيدرالي لن يتعين الأشخاص بعد الآن بناء على الشهادة. ليش يا عمي والعالم وصرفوا فلوس أولادهم درسوا؟ خلاص بناء على الخبرة، جوجل مايكروسوفت اللي هي الآن تتربع على أعلى قيمة سوقية على مستوى العالم كلهم الآن يقول لك جيب لي خبرة الآن. إذا شايفين الكورسات مع جوجل، كورسات بعض الكورسات لمدة 6 شهور تعادل شهادة مهندس مبرمج، رواتبهم توصل بالسنة 64,000 دولار، يعني بالشهر بحدود 3,000 دولار وشوية بس تخلص هذا الكورس. عندهم تدرس عندهم، طبعا شو تدرس عندهم؟ تدرس عندهم يعني كلها مهارات، يعني ما عندهم شيء، يعني شلون تسوي ابلكيشن تطبيقات تتوافق مع نظام جوجل، شلون حماية مواقع، شلون كذا وشلون كذا. هذه الناس شغالة تدرس وين؟ من بيته. بعضها قدموها منح، قريت المستفيدين، رقم المستفيدين تقريبا 1,200,000 وكلهم يكتبون كلام ما شاء الله. ادخلوا على جوجل وشوفوها وشوفوا تعليقاتهم. فهنا لما نقول لك العالم تغير، هذا الاقتصاد الجديد. الآن الاقتصاد الجديد ما مبني على أساس أني أنا قاعد 20 سنة أدرس،
ويصرفون عائلتي دم قلبهم حتى بعدين يصير عندي شهادة، وإذا صار عندي شهادة أنا راح أتعين. لا، مو صحيح. إذا ما عندك خبرة حقيقية، ما عندك ممارسة عملية، ما راح تقدر تحقق أي شيء. فلذلك أنا أريدكم تعبون هذا المربعات هذه الآن. مثلاً إذا عندنا سلبي لياقات الزرقاء ولياقات البيضاء، طيب من تبغى المبيعات؟ من يتكلم يعني؟ الإنترنت بالواقع. يعني على الإنترنت بالواقع هو صحيح. الإنترنت ناجح بس إذا بالواقع عادي. صحيح. جاوب صحيح 100%. أي يعني غالباً على الإنترنت ممكن يحقق الآن نسبة وصول عالية وينجح. بس انت بالبدايه كنت معرضه هذا الموضوع. معرضه شنو؟ الاعلانات المموله. لا بس هو مندوب يعني راح اكيد راح يستخدم ناس واحباب واصدقاء ممكن. بس اذا انا من ساعتي قلت الاعلانات اللي تظهر في السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام. نعم، مو هي الاعلانات تساعده على نسبه وصول اعلى، وبالتالي اذا هو مندوب اكيد راح يستخدمها، راح يستخدمها بشكل او باخر هذه الاعلانات. وبعضهم يستخدمون يعني بعض التقنيات مثل اعدادات سيو اللي يستخدمها الجوجل حتى يحقق المقال نسبة ظهور عالية. يعني محركات البحث بالضبط عن طريق محركات البحث، عدة استراتيجيات يستخدمونها في هذا المجال. طيب اذا مندوب المبيعات انا اشوف انه ايجابي، صح؟ ايجابي. احنا طبعا لما درسنا حالة السوق احنا اختارنا الاونلاين، فبالتالي مندوب مبيعات اونلاين اكيد راح يكون ايجابي. طيب الملكيه التقليديه للاعمال، يعني سامعين دائما كل واحد يقول ابني بزنسك الخاص، اشتغل لنفسك لا تشتغل عند غيرك، وهذا الكلام حلو جميل. طيب هذا المشكله، يعني انا احكي لكم عن تجربتي، لان انا يعني كان عندي شركه سياحيه في ماليزيا والان عندي شركه هنا في دبي. القصة أول ما تبدي رومانسية، هو يمر خمس مراحل. كل أي إنسان اللي يأسس شركة هو أو معاه شريك بالبداية يحلمون شلون الأرباح والفلوس شلون راح تجي، وما في إلا بس الأحلام الوردية، ويجون يضحكون وكذا ويسولفون. طبعا أنا أحكيكم إياها وأنا أتأمل المراحل اللي مريت بها فعلا. شيء ملموس. هذا جميل يعني بالبداية، هاي أحلى مرحلة في مرحلة إنك تأسس عمل خاص. بعد شوية تحس نفسك بديت تشتغل اعمال غير اللي ببالك، يعني باعتبار شركتك يعني وانت بكرامه يمكن تلقى نفسك شويه حتى القمامه انت تشيلها بالبابوره. كل شيء انت تسوي يعني مندوب مشتريات تفاوض، انت تبدا تفاوض حتى لو عندك موظفين، لان انت لازم تشرف عليه. محاسب لازم تتدخل وياه شلون يسوي الحسابات، او على الاقل يراويك اياه حتى توقع على صرف رواتب وكذا، فلازم تراجع وراه وتدقق. يعني ما تحط لك محاسب الدروجة، هو يعرف التقنيات، يحط لك برامج محاسبية يضبط لك الحسابات، بس انت لازم وياه راح تصير محاسب، راح تصير ممكن حتى مرشد اجتماعي تحل مشاكل الموظفين اللي يختلفون الكذا، شلون حاول تستوعبهم حتى لا تخسر موظفينك. الموضوع تحس نفسك انه بدل ما تشتغل مثلا، اذا كان موضوعك له علاقة بالمبيعات، بدل ما تركز على موضوع المبيعات بالقضايا القانونية محاسب قانون، والله جبنا لنا بتوفي على القانون والضرائب. يعني شو هذا؟ إرادة له دراسة حقيقة. وفعلا بعض لاحظت بعض الشباب سووا كورسات هنا شلون تدير شركتك، لأنه يعني ست سبع ضرائب أكون، وإذا ما تفهمها صح وتدير الموضوع صح وعملية الفوترة هنا جدا دقيقة، ممكن تخسر مشروعك كله. فالفكرة حلوة لكن تطبيقها مو سهل. يعني فجأة راح تلقى نفسك بدون تخصص تقوم بأعمال غيرك، بل تداوم أول واحد وتطلع آخر واحد، ولازم كلهم تنطيهم رواتبهم، ما لهم علاقة موظفين وأنت آخر واحد، لا راح يبقى لك شيء لا ما راح يبقى لك. وهذا العمل اللي على أساس أنت تمتلكه هو راح يمتلكه لو ظل موظف. ليش؟ لانه عندك وقت تروح تنام تطلع لعائلتك، بس هذا لا كل شيء واسع ثاني غير.
فهي انت احتمالين، هذا احكيلكم على المرحله الخامسه، يمكن مرينا بثلاث مراحل هسه انك تعمل باعمال غيرك هي احتمالين، احتمال تنجح، واذا نجحت الكل يصفق لك لان انت ناجح صرت خلاص، وهذا الجميل بالموضوع انك ممكن تنجح، واحتمال لا، والاحتمال لا هذا جدا صعب، لانه في عرف ناس صارت عليهم شركات بدون رصيد تاليتها بالنهايه بالسجن او افلاس، ممكن تصير بوضع لا تحسد عليه، ناس ما تعبر فلان اقترضت منه على اساس تشتغل وبعد سنه ترد له المبلغ وهو رجال الله مفاتح عليه، بس بعدين ورا سنه يريد فلوس، انت ما عندك فلوس تسوي، يريد يصبر عليك يوم يومين ثلاثه ممكن تخرب علاقتك فيه، علاقتك جيده كانت، فتصير مشاكل من وراء موضوع اني اريد اسوي مشروعي الخاص. طيب فالملكيه التقليديه للاعمال طبعا انتم شوفوا كيفكم وين تريد تخلونها، ما اعرف، فاذا مستعد تواجه هذه التحديات هذا الامر يخصك. الاختيار الخامس انك تكون مستثمر او بالمعنى الاصح فاعل خير، لانه غالبنا انا على ما اعتقد الان الموجودين بالقاعه حتى ما نحكي شيء ما له معنى، ما حد عنده 2 مليون او 10 مليون دولار. طيب اذا عندي مبلغ قليل خلينا نقول 50 100 الف 200 الف اللي الله قاسمه، هذا المبلغ القليل اذا بحطه استثمار شيء يجيب لي؟ ما يجيب لي شيء، لان بالاستثمار لازم احط مال كبير حتى تجيك عوائد كبيره، فاذا انا هذا المال ما راح يجيب لي شيء، هاي اولا. ثانيا لما بدي احطه او الشخص يستثمر وياي منو راح يرضى استثمر انا وياه مثلا ب 10000 دولار او 5000 دولار هاي ان وجدت يعني او 50000 دولار؟ هذا اكيد مشروع صغير، هذا المشروع الصغير انا بالنهايه اذا صح التعبير مو مستثمر، انا فاعل خير راح يستفيد هو منها، واعود اذا الله نجح يعني دعم له، يعني اذا نجح انا راح استفيد شيء بسيط من هذا الاستثمار لان عوائده راح تكون مو قويه، واذا ما نجح فعلي العوض لانه هذا ما عنده شيء يسدني. فش تشوفون؟ ولا واحد منهم يجاوب. انا بس من دوم مبيع. استثمرت اشتغل بشركة القابضة ذات العمل بالسعودية. هذا استثمار عالمي. اسهم وعملات وهاي الامور، السهم صعد النفط والبترول وما اعرف. فالمستثمرين اللي يجون اللي هم بس السعوديين اكثر شيء هسه السعودية اللي هي تستثمر. يعني اكثر شيء. فاللي يخلي 50000 اللي يخلي 60000 يخسر. حسب صعد البترول نزل الدولار صعد الدولار نزل الدولار وهكذا. وانا ضد الاستثمار. هو طبعا انا قريت قصص كثيره في ناس بهدلوا مساكين يعني فجاه يشوف نفسه عنده ملايين تخيل ويبدي يضخ كل الاموال اللي عنده لانه شاف نفسه ربح لان صعد سهم الشركه اللي كان هو حاط فلوسه فيها، ورا فتره صارت لعبه ما اعرف ايش نزل السهم واذا هو يطلع مديون البت ها؟ اي فالموضوع هذا يعني حقيقة مو سهل، يعني مو سهل، هو ترى ما احنا ما قاعد نتكلم على الاغلب، ليش؟ لانه يحتاج حقيقة خبرة ووعي كبير ومتابعة للسوق، في ناس تحقق منارها. طيب اذا ما هذا شنو بنظركم الفرصة المتاحة؟ اللي هو ما بقى عندنا غير موضوع اقتصاد الأداء اللي تكلمنا عنه، ان نحن نتجه وبقوة الى اقتصاد الأداء، نتقاضى اجر مقابل، يعني مقابل جهدنا فقط، مقابل خبرتنا فقط، لازم نبني خبراتنا، لازم نستثمر في خبراتنا. طبعا انا احييكم يعني انه حضراتكم اليوم يعني جيتوا واقتطعتوا جزء من وقتكم بغض النظر عن كلام القائل هو يعني مدى مصداقيته او كذا، انا بالنسبه لي راح استفيد فائده، ترى اليوم حتى اذا المقابل يعني قال كلمه غير صحيحه انت تعلمت شيء غير صحيح لحتى تستفيد، مثل نظريه اديسون يقول لما اكتشف الكهرباء يقول لانه كانت عنده 999 تجربه وصلتها الى النجاح وبالالف يلا نجح، بس لولا هذه 999 تجربه ما كان وصل للالف.
فاليوم انت لازم، انا اعتبر انه موضوع تنمية العقل من خلال القراءة، من خلال الاطلاع على دورات تدريبية، من خلال جلسات ثقافية وحوارية، هي اللي تخلي الانسان يكون عنده وعي، لانه راح يكتسب خبرات، يتبادل خبرات مع الاخرين. فباعتقادي اقتصاد الاداء هو الانسب، ودارك نقول اقتصاد الاداء اليوم حقيقة الوظيفة الانسب للشباب على الاطلاق هي وظيفة التسويق والمبيعات. ليش؟ اول شيء دارك نتكلم عن التسويق في حياتنا الان، ترى كلها تسويق، هي كلها عبارة عن قناعة، كلها مبنية على اساس قناعة. حتى في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، انا قبل فترة كان عندنا منهج استاذ في يشتغل بالجامعة الإسلامية في كوالالمبور، وهو استاذ في التربية، قال تخيل الوزارة لما تريد تنزل منهج تجيب ناس يسوي له ماركتينج تسويق لحتى يقنعون المدراء العامين ويبدون ينزلون على مستوى المدرسين ويسوون برامج، يعني لهالدرجة، يعني الأمور حتى الوظيفية الحكومية الآن كلها تشتغل بالتسويق. اليوم برنامج حكومي تريد تنفذ الحكومة لحتى يحسن الاقتصاد لازم تسوي له تسويق، برنامج صحي مدريش لازم تسوي له تسويق. فالتسويق ترى في كل شيء، في مجال الدعوة، في مجال التعليم، في مجال الاقتصاد، في المجالات الحكومية، في المجالات الإنسانية، قضية التسويق مهمة. حتى الجمعيات هذه تشتغل في المجال الإنساني، المنظمات الإنسانية تسويق، شغالين في التسويق، عندهم قسم خاص بالماركتينج. اليوم اللي يجيب مهارة التسويق يحصل فرصة عمل بأي مكان بكل سهولة. وإذا كان يعني خلونا نفكر بأكثر، لأن الملكية التقليدية للأعمال لها مزية، إذا كان يشتغل بحسابه بعد أحسن وأحسن. تمام؟ ف قبل لا أعطيكم ورقة خاصة بمواصفات العمل، أريد المربعات الأخيرة بدورة الحياة اللي هي دورة حياة الموظف. أريد نملي هذا المربعات. التعليم، ها؟ إيه خلصون هذا. التعليم دراسة، مثلا أنا كاتب 18 سنة. قبل حتى خلصت 18؟ أي والله 6 18 جامعة. كملت ماجستير 20 سنة. طيب يمكن أتوقع كتقدير اللي صرفوه أو اللي صرفته على نفسي ما بين أهلي وكذا بحدود من 30 إلى 50 ألف دولار. العوائد اللي حصلتها من هذه الشهادة اللي حصلتها طبعاً من ماجستير في مجال المعاملات المالية الشرعية، أخذت ماليزيا يعني في وقتها أنا لما درست الحد التعليم دبلوم عالي بالعراق، درسنا الحمد لله كان مجاني ما ناخذ، بس أكو مصاريف يعني تروح تأكل تشرب، يعني أنا من البصرة كنت أروح لبغداد، مصاريف قاعد محافظتي من البصرة. ف يعني من 50 إلى 30 دولار صارف، الله أعلم يعني بهالحدود. لكن شو العوائد اللي حصلتها؟ الله وكلكم صفر، ما حصل شيء بالتعليم بالتخصص اللي درسته. طيب البحث عن عمل، يعني طلعت من العراق من عام 1969، طبعا قاعد اكتب على نفسي كمثال حتى تكتبون، يعني مو بس طلعوا اللي تكتبون ايضا على نفسكم. يمكن تقريبا سنتين بالاردن بقيت، بعدين لما حصلت عمل بالامارات انا سنتين قاعد بدون شغل، يعني يمكن صرفت شيء قريب 10,000 دولار. طيب بعدين حصلت على عمل، من حصلت على عمل كان تخيل المستوى الدخلي لي، اول عمل حصلته بالامارات كان همي بس احصل على اقامه، يمكن تقريبا حدود 500 دولار. طبعا ولا شيء هذا المبلغ، انا ما يسوي شيء. وبقيت شوي شوي الدرجه الى ان وصل يعني تقريبا 1500 دولار الدخل. لما تزوجت كان عمري 29 سنة، وبدأت الأسرة تتوسع مصاريف، الله يعلم ما أدري إيش قدر أقدر أكتب،
طيب مدة الاستقرار في العمل فقط 8 سنوات أنا استقررت في عمل. شنو اللي حصلت خلال هذه 8 سنوات؟ كل اللي اشتريت يعني جمعته صرفته على الأسرة. كان عندي سيارة يعني وأثاث ما في فقط. هذا اللي حصلته من الوظيفة. بالمناسبة الوظيفة اللي توظفت بيها مو بالشهادة ها؟ على أساس اختبار، على أساس الخبرة مو بالشهادة. ما انحطت الشهادة بالملف الوظيفي. تقاعد ما في تقاعد. هل تعتقدون أن الإنسان اللي يفكر اليوم بالتعليم وهذه الطريقة التقليدية اللي هي دورة الحياة اللي جاي نعيشها هي طريقة صحيحة لحتى الإنسان يكون إنسان منتج يكون عنده عمل؟ أنا عن نفسي بحسب تجربتي بالحياة الخبرة هي أبدا كثير أبدا. أيوة حسن خبرة مقومات تمام. لذلك الآن وزعها الورقة إذا خلصتوا هذه الموضوع. لذلك أنا لحسن الحظ في عام 2008 أخذت عضوية في هذه الشركة اللي هسنت فيها شركة ديوسنت بالإمارات في دبي. وبعد ما تم إنهاء عقدي اضطريت أبيع السيارة. الأثاث طبعا ما حد اشتراه بقى يعني عند أهلي بالإمارات اللي وزعوا واللي باعوا واللي كذا. والفلوس السيارة مع نهاية الخدمة صرفتها لأن انتقلت إلى حياة جديدة في ماليزيا بديت أسسها فكلها راح يعني انتهى موضوع الوظيفة. لكن اللي وفقت فيه إنه اشتغلت مع هذه الشركة في ذلك الوقت وكان يعني فضل الله عز وجل ثم طبيعة عملنا إن اكتسبت مهارات في التسويق وقدرت أبني شبكة يعني مسوقين كبيرة. هسه صار لي 13 سنة من خلالها قدرت أكمل الماجستير ووسع أعمالي وأفتح شركة خاصة في ماليزيا وأجي هنا وأستقر وافتح شركة ثانية لأنه أنا عندي دخل ثابت ونامي. والآن إن شاء الله راح نتكلم عنه بشيء من التفصيل. طيب إذا إحنا صرنا الآن كنا متفقين على أنه ما عندنا طريقة الآن جيدة للعمل إلا أن نتجه إلى موضوع اقتصاد العمل. باعتقادي واليوم هذا العرض اللي جاي أعرض لكم عليه أنه هذه شركة ديكسن اللي حاط شعارها بالخلفية هي تتعامل بهذا الموضوع اللي هو اقتصاد الأداء. طيب خلونا شوية قبل نرجع على الورقة الأولى لما نتكلم عن المنتجات. يعني إذا قلنا هذه الوظيفة المناسبة أيضا أحتاج لمنتج مناسب صح؟ لأنه يعني بصراحة اليوم أوكي أشتغل مبيعات بس اللي يشتغل بالذهب مثل اللي يشتغل يعني مثلا بشيء أقل تكلفة لأنه هذا إلى شريحة معينة شريحة من الأشخاص. أي يعني فلذلك أنت أكيد لازم تشوف الشيء مناسب. فمثلا لما تجي على هذه المربعات الآن اللي حاط لكم إياها في منتجات شنو أفضل شيء يشتغل به الآن الإنسان؟ المنتجات الطبيعية طبعاً لأن الناس كلها متوجهة على هذا الشيء. حتى الرياضيين المشاهير صاروا تخيلوا حتى أنتم الكرامة يلبسون أحذية أساس طبيعية أورجانيك مو صار مو بس أكل حتى اللبس إنه شلون يعني موضة صارت حتى بعيداً عن موضوع الصحة والكذا. هناك صار بهوس لأنه الناس صارت تدور وأكلها ما مستعد أنا أوصل نفس أبوي وأخوي والعائلة كلها صار شلون أحافظ على أكلي شلون نظام الغذائي ومواقع شغالة عندهم من أرقى المراكز هناك مراكز النيوتريشن ويبيعون أسعار غالية يعني وغير المراكز مال تخفيف الوزن وصالات الرياضية. ماليزيا ما في بناية أصلاً تنبني إذا ما فيها مركز رياضي. أعتقد حتى بتركيا أغلب البنايات الحديثة في إسطنبول لازم فيها جيم
لأنه ما يطلع الموظف قبل لا يروح للدوام حاط البدلة مالته بالسيارة ياخذ له ساعة أو ساعتين بالجيم وبعدين دوش وقبل على الـ على الـ على الدوام، لأن الحياة يعني صعبة وبالتالي يريد الناس تريد صحتها. فالمنتجات الصحية الآن جدا إيجابية وعليها طلب. طيب إذا قلنا طبعا الكيميائية أكيد سلبية، طبيعية ومنخفضة الكلفة أكيد إيجابية، كون كلفتها منخفضة. مرتفعة لا طبعا، ولو أكو ناس عندهم مثل هذا كنت أسمعها كثير بالخليج يقولون عليك بالزين لو كان غالي، ها؟ أي طبعا بالتحكية زين، يعني ينظرون إلى موضوع الجودة ويتغافلون عن موضوع السعر، وهذا الكلام منطقي جدا، يعني حتى ما نخدع أنفسنا. ليش؟ إذا الموضوع أنا ما خالف أدور على الجودة ومنخفض السعر أوكي، بس تنطيني منخفض السعر على حساب الجودة لا ما أقبل، لا ما أقبل. لأنه إحنا أخذناها قاعدة بالإدارة أن تكلفة الجودة أقل من تكلفة عدم الجودة، معني على المثل الإنجليزي يقول أنا لست غنيا لأشتري سيارة قديمة. ليش؟ لأنه اللي يشتري سيارة قديمة يهلك نفسه، يهلك نفسه بالمصاريف راح يصرف أزيد من اللي، وهاي جربناها. يعني لما تأخذ لك سيارة وكالة صح بيها تكلفة عالية ويمكن تدفع أقساط، بس مو يومي عند المصلح. أما هذاك لا، تكلفة الونش والشحن والتأخير والمواعيد راح يضيعها عليك، يعني كلها تكلفة. لما يضيع عليك موعد، لما تتأخر، لما تسحب، لما تقعد تصلح، كل هذا تكلفة وقت. وبالتالي الموضوع هذا يتوازن أيضا مع الجودة. فبالتالي إذا نحن نبحث عن منتجات أنها تكون طبيعية وتكون عالية الجودة مع تكلفة معقولة، خلينا نقول أو منخفض، هو هذا الأفضل، هذا الشيء المثالي إذا أريد نقول المنتجات، لأنه هذا أقدر أسوقها بسهولة. بالمناسبة قبل أيام على طاري نقاشات الجودة قرأنا الإعلان أنه بلغت القيمة السوقية لشركة أبل 3 تريليون، وهذه ما وصلت لها أي شركة على تاريخ البشرية، يعني رقم كبير تعادل ميزانيات ما أدري كم دولة، يمكن الوطن العربي لها. زين، فهذا يدل على شيء، يدل أنه الناس فعلا تبحث عن الجودة، وإلا هي من أغلى الشركات في مجالها، ما في أغلى منها في مجال يعني التقنية والهواتف الذكية، ومع ذلك هي أقوى شيء. سعرين الأسهم مالتهم كل شيء، هسا قبل فترة كان 65 هسا 70، فعلا طلب عليه كل شيء يقول. لذلك يعني فعلا الجودة هي الأساس، الموضوع مو موضوع يعني إذا أنت قدرت تثبت جودة الناس تشتريها، كل الأحوال يقولون كل سلعة لها شرايا. طيب إذا خلصنا موضوع المنتجات، أوكي، تبقى عندنا بس أنواع الشركات. طبعاً يفضل أنها تكون صحية غذائية تعليمية، هذا منتهي من هذا. الآن هذه طبعاً هذه إحصائية سواها أحد خبراء البيع المباشر، يقول زرت 70 دولة فوجدت أنه أكثرهم لما سأل عن الوظيفة المثالية أو العمل المثالي يذكرون هاي الأشياء، إنه أنا أريد أداوم يعني مو بشكل يومي، وبعضهم يقول أنا ما أريد مدير، ما أحب أتقيد مدير واقف فوق راسي ما أعرف أشتغل، أو بعضهم يقول لك أنا ما أريد أشتغل أوكي بس ما أقدم تنازلات. تعرف بعض الوظائف بس هالشكل، سوي هالشكل، يعني أمور قد ما مقتنع بها انت. طيب بعضهم طبعا يبحث عن عمل بدون متطلبات او شهادات علميه، ما اشخاص معينين ما اريد واحد يفرض علي شخص انا ما ارغب به بالعمل. بعضهم يفضل العمل من المنزل، طبعا هذه بالاستنساخ سقطه رقم 9، هي لا افضل، لا افضل التقييد بمكان محدد. فأنت أنا شنو اللي أريده من حضراتكم الآن؟ كل نقطة من هذه النقاط إيش قد بالنسبة لك تفضلها؟ إذا تعتبرها جدا ممتازة تحط لها 10،
أو مثل ما شايفين الدرجات 8 أو 6 أو 4 أو 2 يا ريت تملوها، لأن هذا من خلالها راح أعرف هذا العمل يناسبكم أو لا. حتى أشرح لكم هنا كملتي؟ جيب لي إياها ربطونا بس لو حسبت انها لا نسيت كم عندي هنا 1 2 3 4 5 هاي 8 هي 5 يعني 50 يصير كلها مجموعة 62% أقام أقام أفضل عمل في المنزل ولا لا أفضل عمل من المنزل رقم 8 نفس رقم 9 ولا أفضل عمل من المنزل هيا لا أفضل رقم 8 لا رقم 8 أفضل أفضل رقم 9 لا أفضل لا أفضل لا. شوف أخوان اللي أقل من 50 ما يتناسب لطبيعة عمل، اللي طلع أقل من 50 ما يتناسب لطبيعة عمل، لأن إحنا عملنا هذا لا رشاد ما في لا مدير، ما مطلوب منك تداوم بشكل يومي، أنت عملك يكون تشاركي ما في عندك مروسة، يعني اللي وياك تشتغلون كثير فريق عمل، ما تتعامل وياهم كمسؤول أو مدير، أيضاً ما في سياسات العمل التقليدية ما موجودة. موجودة يعني كارثة عام بتحصل أيضا أنت تختار الأشخاص اللي تعمل وياهم فأنا باعتقادي أنه أغلب الموجودين على حسب نقاشي معكم هم كلهم فوق الخمسين إذا تجمعها قد عندك؟ 60 ممتاز أي واحد فوق 50 لأن هي موزعة الدرجة معناها أنه هو كثير من الأمور اللي موجودة هنا تناسبه كطبيعة عمل هذه جمعها أحد أكبر أساتذة البيع المباشر اللي يتكلم عن هذه الصناعة طبعا صناعة البيع المباشر حتى أكلمكم عنها اللي ما يعرفها هي الآن يعني حجم تداول بيع حدود 200 مليار يعني بالضبط 189 هذه الإحصائية من عام 2018 أعتقد عبرت الآن 200 مليار دولار حجم تداول بيع الآن هذه الصناعة الآن حقيقة تنافس أو بل تقدمت على صناعة السينما الرياضة كثير من الأشياء المشهورة جدا بالعالم حجم القوة فيها يعني تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية 75% من الشركات هي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وقاعد تحقق مبيعات ضخمة جدا هذول الناس بل يعني قرأت بعض المقالات أعتقد بيل كلينتون في عهده يتكلم أنه يشكر أصحاب هذه الصناعة ويقول هناك العشرات من المليونيرية الآن في الولايات المتحدة الأمريكية من وراء هذه الصناعة شنو فكرة هذه الصناعة؟ فكرة هذه الصناعة قائمة على أساس أنه أي منتج موجود الآن بالعالم عندما يطلع من المصنع حتى يوصل للمستهلك النهائي راح يفقد على أقل تقدير من قيمته 70% على أقل تقدير الفكرة وين هنا المصنع وهذا المستهلك الفكرة وين؟ الفكرة أنه بهذه المرحلة اللي هي مرحلة الدعاية والإعلان والوسطاء هي تستهلك القيمة هذه كلها يعني هذا القلم إذا سعره 10 فأنت 7 ليرات هي رايحة للوسطاء حتى توصل للتاجر التجزئة
اللي هو يربح اخر شيء وبعدين يسلم هذا، فانت تدفع فلوس هذول كلهم. هم يعني تاريخ هذه الصناعه بدت في اوروبا من 1800، يعني من نهايه 1800، بس كان الموضوع صعب جدا بوجود هذا الربط التقني الان والتكنولوجي. كانوا يستخدمون طبالين ومجموعه فرق يسوقون صوص، انه تجي مجموعه من الناس يسوون فرق تسويقي. فالفكره شنو في البيع المباشر؟ قال لك انه خلاص بدال هاي نلغيها، اللي هي لانه انت راح تحط دعايه واعلان ووسطاء واحتمال تنجح واحتمال ما تنجح بالتسويق، تجي شركه منافسه. لا، احنا نشتغل مع المستهلك نفسه اللي عاجبته السلعه، ونقول له اذا عاجبتك السلعه ممكن تسوق لنا، وبالتالي انا راح ادفع قيمه التسويق لمنتجات تم بيعها بالفعل، والشركه ربحانه والمستهلك ربحان، وهاي 70% بدل ما تروح لهذول تروح لهذا. هو شطار تعال. الحلو بالموضوع ايضا انه هذا النظام لا يشترط لا جنسيه ولا اقامه ولا شهاده ولا مؤهلات ولا شيء، انت وشغلك. تخيلوا انه في ناس اميين معنا لا يقراون ويكتبون، بعض الشباب في اسامي الان دخلهم تجاوز $1000 شهريا. قبل شوي انتم قاعدين بشرنا عن ابو انس، احد الاخوه هذا من لبنان ايضا كان يشتغل بالسعوديه جهنا، هذا الشهر استلم الان 7000 ريال. الشغل كله من الموبايل، من البيت، مجموعات واتساب، اعلانات مموله احيانا اذا احتاج كيف والله امر رجال $10 $5 يسوي على الفيسبوك. فهذا الموضوع يعني باختصار هي هاي فكرة الشركة، انه نلغي الطريقة القديمة ويصير تسويق او بيع مباشر عن طريق المستهلك اللي مقتنع بالسلعة. اضيف الى هذا انه اكثر الدراسات الان تشير الى ان 98% من الناس يشترون بناء على توصيات ناس يثقون بهم، ما يشترون على اساس الاعلانات. فبالتالي اليوم كلنا لما نشتري موبايل تليفون نسأل، حتى لو شفت الاعلان طالع فيه كاظم الساهر كان من يكون بالنهاية لما أوصل على السوبر ماركت هذا أو هذا المتجر وألقى شخص يقول لي والله يا أبو فلان ترى جربته والله البطارية مو زينة، تم الموضوع. خلي يعني مين ما يكون لابس الشعار مال هذه الشركة. إذا الناس بحكم علاقاتها الاجتماعية تقدر تأثر على بعضها أكثر من أي إعلان ممول أو أكثر من أي، لذلك هم اعتمدوا بهذه الطريقه وشافوها من اقوى طرق المبيعات. طبعا هو في كلام كثير يخص الشركه، بس انا اريد بالبدايه تستوعبون الفكره بشكل عام وبعدين ان شاء الله. طيب، جهد قليل ومخاطر منخفضه ومعدومه. يعني النظام العضويه عندنا في الشركه مو مثل اي شركات اخرى. طبعا مشكله هذا التسويق يعني ايضا الى سلبيات، مشكلته انه كثير من الشركات المخادعه دخلت وظلت تبني سيستم غير حقيقي للعمولات، وبالتالي الناس تبذل جهود ما تحصل شيء. فهم شو يسوون عاده هاي الشركات المخادعه؟ انتبهوا، هاي من الاشياء اخذها قاعده يعني عامه في الموضوع. لما تعرض عليك مثل هيك فرص، اي شركه تطلب منك فلوس او مال تدفع مقدما أوفر، لانه هم بالنهايه ضربوا ضربتهم وخذوا الفلوس وانتهى الموضوع. عاد انت نجحت ما نجحت، بعت ما بعت، النظام صادق غير صادق، الشركه موجوده غير موجوده، هاي توقع براسك. فبالتالي يعني الشركات الحقيقيه عاده ما تفرض رسوم اشتراك، او على الاقل اذا تفرض رسوم منخفضه او معقوله، يعني مقابل شيء معين انتم اياه، مثلا كراس، عطوك سيستم، يعني تقول هذا يقابل هذا معقولة. أما مثل ما يصير في بعض الشركات تجيب $2000 وكذا، هذه غير صحيح. ليش؟ لأن أنا بالنهاية راح أشتغل تسويق، ما له داعي أدفع فلوس أو رسوم اشتراك. بعت لك شيء اعطيني حقي مع السلامة، ليش تأخذ مني فلوس؟ أيضا عوائد مالية مرتفعة. ليش عوائد مالية مرتفعة؟ لأن هي الشركة أصلا ربحانة، هي ما راح تنطق شيء سواد عيونك.
على مبيعات انت سويتها بالفعل. يعني انا الشهر الماضي الحمد لله لانه صار لفتره طويله في الشركه، فعندي شبكه الان وصلت اعدادها اكثر من 500,000 عضو. 500,000 عضو يعني ثقوا، كان مبيعات الشهر الماضي 1,400,000 دولار. انا ما كنت اتخيل انه كنت اسمع هذا الشيء، بس انه هذا الشيء ممكن يصير، انه شخص ممكن يبني شبكه وتحقق هذا الحجم من المبيعات. وفعلا صار مع الوقت. شوفوا الاستاذ محمد قاعد يتصل لي، محمد اللي هو يمكن عنده شيء. شوف هذا هذا فالعوائد جدا يعني هم قد ما ينطونك، لان يعني بعض الناس يستغربون هو شلون عندكم عمولات 10,000 دولار و50,000 دولار، وانت شوف انت قد احنا محققين حجم المبيعات حتى يلا بعدين تعرفوا ماشي. فالموضوع هو ممكن ببساطة. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال حتى لكم تتصورون، تخيل اذا معاك 100 شخص، 100 شخص كثير وكثير، 100 شخص احنا عندنا 100 نقطة هنا، طبعا المنتجات كلها مرقمة لها قيمة نقطية على نقاط حتى بعدين يعرفون شلون يحسبون العمولة. فال كل 100 نقطة هي التارجت، حتى الشخص يستحق عمولة نهاية الشهر. الشركة تطلب منه خلال شهر كامل يتحقق حجم مبيعات معين اللي هو 100 نقطة. شنو هاي 100 نقطة؟ هم حاسبين عاد مثلا الصابونة 3 نقاط، الشامبو 11 نقطة، القهوة انت بعت هذني صارت 100 نقطة. خلينا نقول على التارجت الحد الأدنى، هذول ال 100 شخص حققوا مبيعات 100 نقطة. كل واحد 100، اضرب 100 في 100 10,000 نقطة. احنا 100 نقطة ترى سعرها هنا يوصل احيانا 400-500. ف يعني انت تحقق رقم كبير بالمبيعات. هذا طبعا احنا 100 نعتبره توه بادي، يعني لان هذا يسمونه التسويق الفيروسي، مثل العدوى ينتشر بسرعة بسرعة كبيرة. في شيء؟ لا يسأل عن الارقام. طيب اذا عوائد مالية مرتفعة، الاستحقاق المالي مرتبط بالأداء. شنو يعني مرتبط بالأداء؟ يعني اليوم الأخ حب يسجل وقال له أنا كمال أريد أسجل معه، قلت له حياك الله، عبى البيانات، أعطيته الآي دي تبعي. طبعا كل واحد عنده آي دي خاص. تخيلوا هذا الآي دي أنا فتحته في عام 2008 لحد الآن نفسه، واستلم أرباح بماليزيا وبتركيا وبالعراق وين ما أروح. زين من اي مكان اروح بس اعطيهم العنوان يحولوا لي المبلغ مالتي عمولاتي على نفس الرقم. والاعضاء اللي سجلوا هنا وهناك وقاعد ينمون، والان الارباح اللي تجي قسم منها من ماليزيا، قسم منها من العراق، قسم منها من الامارات. يعني خلاص الفريق الان منتشر في 170 دوله. ف لكن فعليا الان دخلوا ناس معي في العراق، وان شاء الله تسمعون عنهم إذا عجبتكم الفكرة اللي دخلتوا معنا. الآن من أكبر المدربين بالعراق، أنا نقلت الفكرة أنا، والآن تقريبا في العراق تقريبا 200,000 عضو موجود. عندنا أكثر من 18 فرع في مختلف المحافظات مثل هذا يوزعون المنتجات. فطلعوني بمراحل الدخل عندهم الآن 3 أضعاف، لأن أدائهم أقوى، لأن الشركة تقيمك على أساس حجم المبيعات المباشرة، تعطيك نسبة من أرباح الفريق، بس أنت نسبتك تتحدد من خلال أدائك المباشر. يعني ما في نظام هرمي والله هذا سبق دخل قبل يبقى هو دخله مرتفع والتحت ما يخل. لا، الآن دابل لاين دخلهم 3 أضعاف كمان بس اللي نشاطهم أقوى، يعني حجم مبيعاتهم أقوى. فهذا هذه أيضا مزية بتخلي الإنسان أكثر شيء يشتهر. حقوق توريث الجهل، وهذا قليل من الشركات اللي تسوي. يعني شنو؟ احنا بالنهايه كلنا مع السلامه، يعني قد ما لنا نقول بس صار عليه شيء. طيب هاي الشبكه اللي بيها 500,000 قاعد تنمو، والشركه الى الان باقي ومبيعات ماشي، من ياخذ؟ اول ما تسجل يقول لك اكتب الوريث، وبالتالي تنتقل له بشكل اوتوماتيكي كل العمولات هو يجي يستلمها، لازم تنص على اسمه ورقم جوازه او الاي دي تبعه وكذا. وهذا طبعا صار يعني الان كثيرين عندنا
من عام 2012 توفوا إلى الآن حتى نشوف أولادهم يطلعون معنا بالرحلات الدولية. وقبل أيام مهندس طيار من اليمن بنته أرسلت فيديو إنه اشتروا بيت، يعني بينما كان دخل أبوها حدود 800 الآن دخلهم 4000 دولار وصل. وتعرفون إنه هذا المبلغ باليمن يعتبر ثروة الآن، خصوصا مع هذا الوضع اللي يشونه. طيب المنتج مالنا خاص، وحتى التكنولوجيا تصنيعها خاصة. يعني شوف بعض الشركات عندها منتج خاص بس متفقوا يا مصنع بالصين يسوي الهيلر. انا مصانع دي اكس ان هي شركة بالاصل ماليزية، انا زرتها، مختبراتها خاصة ومصانعها خاصة، وهي شركة مملوكة بالكامل لدي اكس ان، من المزارع الى المصانع الى التغليف الى خطة التسويق. فهي هم يسمونها هناك الوان دراغون، يعني التنين الاوحد، هم يعني اللي صاحبها بالاصل صيني. ف عندهم التنين يرمز الى القوة. طيب منتج يستهدف الصحة العامة، الى علاقة بالصحة، ومو بس الى علاقة بالصحة، منتج مما يحتاج الانسان بشكل يومي ويعاد استخدامه. يعني ما مشتغل لي بمكناسة كهربائية جزاكم الله، لو ساعة ذهب، لو ميدالية مدري ايش واحد يشتريها مرة وانتهت، لا، انما انت مشتغل بمنتجات تحتاجها بشكل يومي، مثل القهوة، الشاي، المنتجات العناية الشخصية، ومكملات غذائية. مكملات غذائية حقيقة روعة، أثبتت فعاليتها في كثير، يعني مقاومة الجسم في كثير من الأمراض. طيب انتشار جغرافي، شركة موجودة فعليا في أكثر من 80 دولة بشكل رسمي. طبعا لما أقول 80 دولة يعني بس بالهند 1000 فرع تقريبا، 1200 فرع، يعني بس بالعراق مثلا تعتبروا فرع الآن 18 أو 19 فرع، صار آخر فرع كان شهر 12 بدهوك. فلما نتكلم انتشار جغرافي كبير جدا، في السعودية 12 فرع، في الإمارات 7 فروع، في الكويت 5، في الأردن 4، في فلسطين 2، في غزة وعمر، في أغلب الدول العربية موجود فيها. اليمن اللي هي اليمن الآن في وضعها هذا موجودة الشركة وتسلم عمولاتها وبالدولار، يعني يمكن بقت بس هي وبعض الجمعيات الخيرية إلى الآن شغالين وقاعدين يوزعون عمولات للناس. طيب قبول عالمي، هذا حقيقة يعني أهم الأشياء اللي موجودة. طبعا في عندنا خطة هي عملية دوبليكيشن، بتقيس الجهد مقابل العائد المادي. هذه ممكن أشرح لكم إياها على السريع، وفي فيديو أنا شارحه بنص ساعة ممكن أرسلكم إياها على الواتساب. هذه الخطة تقول إنه إذا أنت افتراضا عرفت الفرصة على 3 أشخاص وبدأوا يستهلكون هذه المنتجات ويسوقونها مثلك. طبعا ليش تستهلكها؟ حتى أوضح لكم ليش تستهلكها. هو الشركة بالأصل أنت عقدك معها مسوق الاستهلاك، لأنه صعب أنت تتكلم عن شيء ما تعرفه. يعني مثلا يسألوك عن معجون الأسنان تقول استخدمت الأسنان بعشي، يعني تقول لي يعني استخدم، راح يرفض أي شخص. فبالطريقة أنت لازم تجربه، سواء صابون أو معجون أسنان أو أي شيء موجود في الشركة قبل أن تسوقها لحتى تقدر تتكلم عنه. هذا واحد. اثنين، أنت لك نسبة الآن من الأرباح، ونسبة توصل إلى مثل ما ذكرت لكم الشركة حاسبتها 71% مو 29% للشركة مراكز، والعضو في أعلى مرحلة يوصل من 76% من الربح. فأنت لما يكون لك نسبة ما معقولة واحد إلا نسبة من هذه الأرباح يعني في مكان أو في بقالة ويروح يشتري من بقالة غيرها، إلا يعني لا سمح الله من هنا، يعني خلاص أنا يعني خلاص أشتري من هذا وأكون أنا رابح والشركة ربحانة، لأنه عندي نسبة من الأرباح والمنتجات هي منتجات أنا حتما راح أحتاجها عندي في البيت. الخطة هذه تقول كالتالي، إنه إذا أنتم دخلتوا 3 لمدة 5 شهور وهذول 3 استمروا في تدخيل 3، يعني عملية استنساخ دوبليكيشن تصير لكل الخطوط، يقول لك دخلك في الشهر الخامس راح يصير 4772 دولار إذا اشتغلت على هالخطة. يعني أنت هنا دخلوا 3 أشخاص، هذول الشهر الأول الدخل يكون 6.3 دولار، وهذا شيء منطقي لأن احنا نتكلم
عن يعني نمو حقيقي وشركة حقيقية. في البداية ما في جهد. بعدين هذول الثلاثة الشهر الثاني كل واحد منهم جاب ثلاثة. وأنت أيضا جبت ثلاثة. أنت مستمر يعني بحيث يكون للشهر الخامس عندك 15 شخص مباشر ويكون عندك في العمق تقريبا 1024 شخص يعني حاسبا بالعمق لأنه راح يمشي معك العمق لمدة 5 شهور راح يكون هذا الدخل 4772 دولار. طبعا عمليا هذا الدخل ما كذب عليكم صعب تحقيقه بهذه الخطة. احنا مو معامل ولا مصانع وهذا ناس ينسحب وهذا يطلع هذا. لكن واقع انت تسألوني هل الناس طبقوه؟ نعم طبقوه بس مو بهذا الرقم 100% يعني ما قلت شيء يعني مو ماكينة هي. وبالتالي اعرف يعني ناس مثلا استاذنا الان اجى استاذ جمال ابو انس طبعا هذا وصل لاعلى رتبة احنا نسميها كرام امبسدر يعني السفير التاج. هذا لقب يعني اللي حصلوا عليه الان بالعالم قليلين تقريبا 35 واحد من ضمنهم هذا الاخ اليمني. هو اول سنه حقق هذا الدخل 13000 درهم كنا بالامارات يعني تقريبا تتكلمون عن 3000 دولار. انا شخصيا حققته خلال سنه ونص في ناس خلال 7 شهور بس 7 شهور يعني ما يطلع هذا الرقم يطلع عنده زايد ناقص يعني بهالحدود. الموضوع كله يتعلق جهدك الشخصي وقوة نشاطك. هذا هي فرصة العمل. أنا حقيقة سعيد جدا باستماعكم وصبركم معي. المحاضرة اللي أخذناها بغض النظر حابين تسجلون أو لا أتمنى أن تستفيدوا منها بحياتكم بشكل عام. فرص الحياة كثيرة ليست في يديك سن فقط لكن أنا أتكلم عنها لأن أنا مسؤول عنها جربتها نجحت فيها ونجحت ناس يعني بعد فضل الله عز وجل كثيرين الآن أصبح عندهم دخل وبعضهم الآن يعني اللي عرفهم أصدقائي اللي بالعراق بعضهم الآن في الأردن يدرس كم الدراسات عليا بعضهم اللي دخل أولاده مدارس خاصة بعضهم كثيرين ناس تغيرت حالهم من الألف إلى الياء من خلال هاي الفرصة. لكن حقيقة جهودهم بذلوا جهود يعني صح علمناهم دربناهم. هذا اللي عندي بخصوص برنامجنا اليوم. إذا كان في عندكم أسئلة أو مداخلات حول هذا الموضوع